الإيمان بوجود الله، ودي ما أبدأ أن يتكلم فيها لأنه الحمد لله الناس عارفة، وإنما يتكلم فيها من أجل الرد على الملحدين الذين يقولون بأن الكون جاء صدفة وإلى آخره والطبيعة وإلى آخره. صدفة كيف؟ وجود الله ده ثبت بالنص وبالعقل وبالحس. بالنص واضح القرآن والسنة إلى آخره، بالعقل ثبت وبالحس. الدليل عليه أنه بالحس، عثيمين ذكر دليلين. قال الدليل الأول أنك تدعو الله فتجد إجابة، أو ما كان في رب كان بتدعو والإجابة ما بتلقى، كنت تلقى زول عنده زول عيان يقول يا الله تشفي يا الله تشفي، بكرة يبقى كويس، معناه في شافي شفاء. ده دليل حسي على وجود الله سبحانه وتعالى. الدليل الثاني وجود الرسالات. الرسالات طيب. الدليل العقلي في أدلة كثيرة، لكن بس يكفي في الرد على الناس اللي بيقولوا صدفة وجو إلى آخره، الكون ده صدفة إلى آخره. إنه الصدفة دائما ما بتكون مرتبة، الصدفة دي في الغالب ضد الترتيب ذاته. يقول لك فلان ده هسي ناس البلي اللي بيلعبوا بلي الأولاد صغار، والبلي بتاعه ده حرام، خريط ده قمار حرام، حتى لو بلية حرام. المهم تلقاه واحد تلقاه لعاب اي شيء طوالي شنو ده يخرد فيه حرامه، لكن بيخرد. داك الثاني تلقاه بجلي طوالي بجلي، اليوم داك من بعيد شنو ضرب البلية ناشا في الدارية بتاعتنا، مش ناشا ضربه ضربه، يقول لك دي صدفة. معناه الشيء المستمر انه بجلي، لكن دي جات شنو صدفة. الصدفة دي مخالفة الشيء المستمر. لو كان الكون ده صدفة ما كان بيكون مرتب، كان بيكون مجلي كله. يعني مرة المرأة مرة تلد ومرة الولادة تكون عادية، ومرة تلد بين أخرتها، مع صدفة زي ما بتجي مرتبة مرة كده. لكن ما ممكن إنسان 9 شهور في بطن أمه ويلدوه، الثاني برضو يقعد 9 شهور، معناها الشغلة دي مرتبة ولا كيف؟ مرتبة، ما الصدفة دي بتجي زي تجي دي خالفة للترتيب. فما في صدفة، ما في صدفة. الله قال إن كل شيء، والشيء تفيد العموم في أشياء كثيرة، منها لأنها نكرة في سياق النفي، في سياق النهي، في سياق الشرط. الرابع النكرة تفيد العموم إذا سبقت بلفظ من ألفاظ العموم، الكليات، كل جميع إلى آخره. الله قال إن كل شيء خلقناه بقدر، أي شيء بقدر، ما في شيء بمرسل. ده كونه ينوم هنا ده قدر مقدر، كونه ذاك يقعد مقدر، كونه ذا يميد يده مقدر، ذا يحضر ذا يموت ذا يفارق، كل شيء مقدر.